اما هلا هيدي رح نروح لاولى محطاتنا لليوم، وطبعا اليوم محطتنا الطبيه ومن عالم الطفل. كثير بنسمع بشكل عام انه اصيب طفل بانتان او بجرثومه معينه وادت هذا الالتهاب او جرثومه لوفاته، شو السبب؟ في كثير ناس ما بتقدر تعرف شو يعني هيدا الموضوع انه انتان او جرثومه ممكن تؤدي لوفاه لطفل بعمر صغير. كل هاي التفاصيل وغيرها رح نتعرف عليها بشكل اوضح مع ضيفنا بالاستوديو لليوم الدكتور قصي الزير، وهو الاختصاصي بامراض الاطفال. صباح الخير دكتور، يسعد اوقاتك. يسعد صباحكم وصباح جميع الاخوه المشاهدين. يسعد صباحك دكتور. تسلمي لي. بالبدايه دكتور، يعني الاطفال حديثي الولاده بيكونوا اكثر عرضه للاصابه بالعديد من الامراض. اليوم نحن عم نحكي عن مرض الانتان، الالتهابات اللي ممكن تحصل عند الطفل. خلينا بالبدايه نعرف بشكل عام شو هو الانتان وخصوصا عند الطفل. يعني الانتانات عند الاطفال الصغار اكيد بتكون اختلاطاتها اكثر من الانتانات عند الاطفال الاكبر او الناس الاكبر. كلمة الموت ما حبيتها بالهي، يعني هي اختلاطات الحمد لله ضمن الرعاية الصحية ضمن مشافينا خفت نسبة الوفيات عند الأطفال اللي بينصابوا بالإنتانات. وإذا كان يعني المعالجة كانت يعني سريعة أو بالبدايات من الإنتان، عم يكون حتى الاختلاطات العصبية أو الاختلاطات الأخرى اللي بتأثر على حياة الطفل بتكون ضئيلة جدا. فالإنتان هو يعني تعرض الجسم الطفل الرضيع بدنا نحكي أو الأطفال الصغار لجرثومة أو فيروس أو نوع من الجسم الغريب أو الإنتانات الغريبة دخلت على هالجسم. هون مقاومة الطفل الإنتان هذا بيختلف من طفل لآخر، بتزيد شدتها وفوعتها هالإنتانات هي عند الأطفال الخدج اللي بيولدوا بأعمار مو مكتمل الحمل، بيكونوا بالخدج يعني بالسبعة أشهر بالثمانة أشهر وبيكون أوزانهم صغيرة، هدول بتكون مناعتهم أقل، بيكون الإنتان عندهم أقوى أو أعراضه أكثر أو اختلاطاته أكثر. الأطفال يلي بيتمموا الحمل تبعهم والأم سليمة وعاطية المناعة بتكون يعني اختلاطاتهم أقل، لكن الإنتان حول الولادة أسبابه إن كان وقت ما بيكون ضمن الحمل ضمن فترة الحياة الجنينية أو حول الولادة عند الولادة ممكن يتعرض الطفل لجرثومة ويصير عنده إنتان، أو ما بعد الولادة مباشرة قد يتعرض كمان للإنتان الجرثومي أو الفيروسي، بيكون خطير على صحة الطفل لأنه الأعراض السريرية بتكون مخاتلة إلى حد ما. يعني ممكن يكون في حرارة، ممكن يكون في برودة، ممكن يكون في تسرع بالقلب، رفض رضاعة، ميل للنوم الزايد. هون الأعراض طبيب الأطفال لازم تشخص بشكل دقيق وبسرعة حتى يحاول فورا يتدخل علاجيا بالدواء الإنتاني اللي يشمل الجراثيم اللي بتعيش بفترة هالفترة هاي حديثي الولادة، ومن ثم بنعمل الإجراءات اللازمة من بزل من زرع دم، من بزل سائل دماغي شوكي لشوف إذا في التهاب سحايا أو ما شابه ذلك حتى نعالج بدقة أكثر. خطة العلاج تختلف من طفل لآخر بالإنتانات هي عند حديثي الولادة بحسب شدة المرض، بحسب نوع الإنتان هل هو فيروسي ولا جرثومي ولا قد يكون نوع من الفيروسات اللي أخذها من الرحم، وهذا الشيء كمان ممكن يؤدي لاختلاطات بنشوء الجنين وتكون الطفل. طيب يعني الإنتانات هي عالم كبير، عالم كتير كبير، ولكن دائما بيكتر الحديث عندهم عند حديثي الولادة باعتبار بيكون لسه مناعة الجسم ضعيفة. صحيح. شوي للأطفال، وبنعرف أنه حتى بالأشهر الأولى بيقولوا لك مثلا في 25 نوع من أنواع المغص ممكن يسيبوا الأطفال، وهذا شيء طبيعي، ولكن الأهل بيتخوفوا. مين عدد لك ياهم 25؟ أحد الأطباء الاختصاصيين بالهضمية. ما في عدد، يعني فوق ال 25 سبب. لا يوجد عدد هيك. هذا المغص الولادي مغص ولادي لأسبابه الكثيرة متعددة جدا، متعددة. ولكن شو كيف ممكن يعرفوا الأهل أنه هون في عنا إنتان مثلا؟ شو هي الأعراض اللي بتبين على الطفل، يعني غير مثلا الأعراض اللي ممكن تتخالط أو تتشابه مع أعراض تانية؟ حديث الولادة في البداية الطبيب الأطفال لازم يستلمه من غرفة المخاض ويحدد، احنا بنسمي العلامات الحيويه العامه، ما راح اذكر كلمات يعني مبهمه على الشاشه،
العلامات الحيوية. طبيب الأطفال بيحدد هل هو هذا الطفل يحمل مرض ما إنتاني أو هو سليم. قرر إنه في عنده مشكلة. يعني دائما نحن من خلال العلامات الحيوية إن كان بالتنفس ولا بالقلب ولا بالعلامات العصبية ولا باللون البشرة ولا لون الشفايف ولا لون يعني كلياته هي نحن كأطباء أطفال منحدد فورا من السلم الطفل ومنحدد. هلا بس شفنا إنه في أعراض إنتانية بناخذ الطفل على غرفة المشفى. هو بيكون بالمشفى ولدان فبناخده نحن على غرفة يا حاضنة يا سرير مهد ومنبلش نعمل إجراءاتنا الطبية حتى صورة صدر منشوف يعني تعداد الدم بعض التحاليل بتبين لنا إذا في إنتان وبعدين إذا كان في يعني علامات إنتانية هون بقى طبيب الأطفال عليه شغله يلي هو بيقدر بحسب كل حالة الآلية التعامل مع الطفل. الطبيب الأطفال حدد إنه الطفل سليم بيسلمه للأهل. ممكن يصير الإنتان ما بعد تسليمه للأهل يعني بيراجعونا بعد عمر أسبوع أو عشرة أيام. أول شيء اليرقان ببلش عنده الطفل كذا ممكن يراجعونا فيه هذا اليرقان الفيزيولوجي اللون بصير لون الطفل أصفر وما شابه. من ثم بيراجعوك بيقول لك الطفل لا عم يرضى عم ينام كتير يافوخه عم ينبض زيادة. اليافوخ هو الفتحة الموجودة ب يعني بالرأس الأهل بيحطوا بتلاقوا بيقولك والله هذا عم تنبض زيادة عنده نبض فيها. هي أحد العلامات الإنتانيات الموجودة. الحرارة ممكن تلاقي حرارته ارتفعت أو الطفل لونه شاحب آخر كمان لا انخفاض حرارة كمان الاثنين بيعطوا علامات إنتانية. ما عم يرضى عبنه بالولد منحط له ما في مص. أهم علامة بالإنتانية أنه بيحطوا ليرضع إن كان ببروني أو إن كان صدر الأم ما بمص بعض عض. فهي كلها أحد العلامات اللي بتخلي طبيب الأطفال يحترس وفورا يستلم الطفل الوليد ويقدم الإجراءات فورا الإسعافية والتشخيصية والعلاجية السريعة حتى ما يصير عنده أي اختلاطات أو مضاعفات. لأنه الأطفال الصغار مثل ما قلنا اختلاطاتهم جدا شديدة بالإنتانات. أكتريتهم بيدخلوا لعنا ممكن يحتاجوا حاضنة. الحاضنة ممكن يحتاج منفسة ممكن يحتاج يعني كتير في الإصابة الصدرية قد تتفاقم. الإصابة القلبية قد تتفاقم. الالتهاب السحايا بيكون شديد. هون بقى خطة الطبيب والمشفى في العلاج الصحيح هذا خفف من نسب الوفيات وخفف من الاختلاطات بسبب الخبرة الحكيمة عند الأطفال بيتعاملوا مع الأطفال الولدان بالمشافي. دكتور ببداية حديثك ذكرت أنه في عنا إنتان جرثومي وإنتان فيروسي. خلينا نتعرف الفرق بيناتهم. شو في أنواع للإنتانات اللي ممكن تصيب الطفل؟ خلينا نحكي بالأمور العامة. الأطفال أكثر الإنتانات اللي بتصيب الأطفال هو إنتانات فيروسية بسبب الموسمية. نحن منقول يعني هلأ مثلا نحن عنا الفيروس التنفسي المخلاوي مخلاوي التنفسي RSV هذا منتشر كتير بينتشر بهالفترة هي من السنة بيعطي أعراض. بتلاقي المشافي عنا معباية بأعراض صدرية ضيق نفس بلغم صعوبة التنفس ارتفاع بالحرارة شديد. فبتلاقي المشافي كلها معباية بالأطفال الصغار كأنه عم تجي على الأطفال الرضع أكثر. يعني بتلاقي من عمر السنة وما دون عم تجي شديدة. هون بقى نحن الإرزازات منبلش بالعلاج ومنبلش بمراقبة إذا ما يصير في اختلاط بإنتان جرثومي. الإنتان الجرثومي هو أقل من إنتانات الفيروسية لكن قد تختلط الإنتان الفيروسي بإنتان جرثومي. إنه يصير في إنتان جرثومي هون بقى ذات الرئة بتصير أشد وبتصير خطة العلاج بالأدوية الالتهابية لازم. وهون تحدد بحسب يعني الفئة العمرية بحسب تخبرية نحن بنسميه قبل ما نعمل زروعات بحسب خبرة الطبيب ليعطي أدوية التهاب حتى يوقف الإنتان الجرثومي ما يشتد ويصير في عنا مشاكل رئوية وقد تكون اختلاطاتها مهددة لحياة الطفل. طيب دكتور قصي خلينا كمان نحكي اليوم عن رحلة العلاج وهل فعلا قادرين نوقي طفل مثل ما قلت حضرتك حديثي الولادة. يعني هو غالبا ممكن تظهر هاي الإنتانات عنده وهو ما زال في المشفى يعني. فهل في خطة ممكن للوقاية ولا بعض الإصابات بتكون طبيعية وشر لابد منه مثل ما بيقولوا؟ هلأ أهم شيء نحن الأم الحامل ما تكون مصابة ببعض الأمراض
ان كان يعني الامراض الفيروسيه المزمنه مثل السي ام في، مثل التوكسوبلازموز، مثل تبع القطط، هي داء القوسيات تبع القطط، ممكن يعني الايدز لا سمح الله، التهاب الكبد ان كان بي او سي. هناك بعض الانتانات الفيروسيه تفحص الام ما قبل الحمل، واذا كانت حامل نحن نعمل بعض الاجراءات اذا شكينا انه عند الام بعض الانتانات، هي لازم انتانات داخل الرحم ننفيها. هلا ولد الطفل ممكن يولد باحد الانتانات نحن بنسميها داخل الرحم وبنحاول نتصدى لها فورا منذ الولاده، بس ممكن تعطينا بعض الاعراض، صغر بحجم الجمجمه، اصابه عصبيه، اصابه بالعين. يعني الطبيب الاطفال كيف بده يتوجه انه كانت الام مصابه؟ في عنا اعراض، ممكن الشبكيه متاثره، ممكن بيكون في عندي ميه بيضاء نحن بنسميها الماء هذا يعني ساد او ما شابه ذلك بالعين، ممكن يكون في صغر بحجم الجمجمه، اليافوخ صغير، ممكن بعض الاصابات الهيكليه ممكن نشوفها عند الطفل الوليد. فهذا بيخلينا نقول انه اخذ انتان من داخل الرحم، الانتانات البوليه عند الام المتكرره. كمان ممكن خلال الولادة الطبيعية من خلال نزول الطفل ممكن يأخذ نوع من الجراثيم، وهذا الشيء ممكن يعمل انتان دم فوري بعد الولادة من الجراثيم اللي هو أخذها من خلال الولادة. إذن هي عند الولادة. هدول نحن منحاول من خلال متابعة الأم أطباء النسائية ورعاية الأمومة إنه هذا الشيء ما ينوجد حتى ما ينقله للطفل خلال فترة الوليد. هلأ ولد الطفل ممكن يعني ما حول الولادة إن كانت انتانات المشافي، إن كان الطفل بسبب أنه خديج ممكن يلقط العدوى من خلال فورا من خلال انتان المشفى، من خلال يعني الحاضنة، من خلال ممكن كمان يلقط جراثيم مشفوية نحن بنسميها بسبب ضعف المناعة تبعه، وخاصة الأطفال اللي بيولدوا بأعمار 7 أشهر أو خدج أوزانهم تحت 2000 جرام يعني تحت 2 كيلو، ممكن هدول يكونوا عرضة للإنتانات أكثر من الأطفال بتمام الحمل يلي وزنهم 3 كيلو وما فوق. فهون كمان نحن هون بنحدد هالشي، وبالفحص الطفل مثل ما قلت لك يعني أهم شيء تكون مع حول الولادة نظيفة عقيمة، والأم تكون ما حاملة أمراض. هون نحن وقينا طفلنا من أنه يوصل لأي مرض. الرضاعة الوالدية جدا مفيدة من البداية، هي بتحمل الجهاز المناعي كله للطفل، بتعطيه لتوقي الطفل من أمراض مبكرة قد يتعرض إلى، وخاصة الإنتانات، فبتعطيه الرضاعة الأم بتعطيه كثير من الجهاز المناعي، بتقوي الجهاز المناعي. فبنتمنى من الأمهات أول ما يولد الطفل تحاول تحطه على صدره. هالنقطة الصمغة اللي بسموها بالعامية هي عبارة عن متممات مناعية للجهاز المناعي، بيستفيد منها الطفل كثير. تحاول كل شوي تحطه على صدره. أول فترة الرضاعات لمدة شهر هي عبارة عن مواد دسمة تحمل الجهاز، يعني الكثير من الجلوبولينات المناعية اللي بتفيد من تقوية الجهاز المناعي عند الطفل، لتقي الطفل من الأمراض ما بعد هالشي. هذا أكيد إذا كان في حدا مقرب مرشح معه انتان فيروسي ما يقرب على الطفل الوليد، لأنه أكتريته نحن عندنا مجتمع بيحب الزيارات، أنه لازم يزوره أول ما تولد، بتلاقي نصه عم يعطس وعم يسعله ومقرب، فبيحملوا الولد ليبوسوه إن كانوا الأمهات أو الستات أو العمات أو الخالات ما شابه ذلك. هذا الشيء قد ينقل العدوى إلى الطفل بشكل مكتسب نحن بنسميه من المجتمع اللي حواليه، فهذا الشيء كمان بيأثر على الطفل. نتمنى الطفل عند الولادة أنه يخلوا جو الغرفة نظيف، ما يستقبلوا كتير ضمن الغرفة لعمر 40 يوم بيسموها بالعامية، وهي حقيقة ليكتمل الجهاز شوي المناعي تبعه، ما يتعرض للقبلات وللجو المختلط الزايد يلي هو عم يخلي هالأطفال هدول ينصابوا بإنتانات فيروسية مثل ما قلنا الموسمية، وهذا الشيء عم يؤدي لقصبات الطفل صغيرة كتير، بنسميها القصيبات الشعرية مثل الشعرة. فأي انتان فيروسي عم يؤدي لاختلاطات عند هالطفل يحتاج للعلاج بالمشفى، والعلاج بالمشفى قد ياخذ جرثومة من المشفى، فبصير الانتان فيروسي عم نعالجه بإرزازات،
بعدين عم تصير عنده انتان جرثومي مختلط ممكن يؤدي لالتهاب، ممكن يصير انتان دم، يمكن يتوجه الجرثومة للسحايا تعمل لي التهاب سحايا او للرئة تعمل لي التهاب رئة او لأعضاء اخرى من الجسم. فنحن يعني هون نقي الطفل بالوقاية ما يختلط مع حدا مريض، فهذا اهم شيء الوقاية مثل ما قلت عبر الحياة الرحمية مع حول الولادة، ومن ثم ما يختلط بأي حدا مريض أو معرض للإنتانات، وهذا الشيء بيعمل الوقاية لهالأطفال الصغار هدول. خلينا نحكي أكثر، إمتى ممكن تتضاعف الحالة عند الطفل، ممكن تأثر على حياته؟ بسمع كثير دكتور بمصطلح الصدمة الإنتانية، شو بنقصد فيها؟ الصدمة الإنتانية أنه الجسم ما عاد يتحمل هالإنتان هذا، فبتصير عنا علامات الصدمة، بتصير دقات القلب متسرعة إلى حد نحن بنسميه قصور في العمل العضلة القلبية، بتصير في الجهاز العصبي بيصير كمان بيتأثر، فهذا الشيء بيؤدي إلى الصدمة الإنتانية الإنتان الشديد، فهون بتصير مهدد للحياة. لا سمح الله بنتمنى يعني ما نشوفه كثير هالشيء هذا. الصدمة الإنتانية هي شدة الإنتان، أكثر شدة في الإنتان هو بنسميها الصدمة الإنتانية. الإنتان بيكون إنتان دم بجرثومة يعني شديدة وممكن لا تستجيب للخطة العلاجية التخبرية، يعني نحن أيام ما بننتظر زروعات الدم، زرع الدم ممكن يأخذ من 5 إلى 10 أيام ليعطيني النتيجة، فمو ما بترك الطفل بلا علاج هالعشر أيام، نحن بنعطي علاجات تخبرية. التخبرية خبرتنا بقى فيها هون إنه بهالعمر شو أكثر الأنواع الجراثيم، فمنغطي نحن تغطية شاملة لكافة الأنواع الجراثيم الممكن إنه يعني نتوقعها عند هالطفل بالإنتان الشديد اللي داخل بصدمة إنتانية. وأكيد الصدمة بدنا نحن نعالج يعني شو الأعراض الصدمة، إن كان صار نزلت حرارته لازم ندفي الطفل، إذا كان تسرع بالقلب لازم نظبط، إذا صار في عنده كمان تأثر الكلية، تأثر أي أعضاء بجسم، هون بقى الطبيب بقى بيدخل بعلاجات الصدمة الأساسية ومن ثم العلاج الإنتاني حتى نطلع الطفل بأقل اختلاطات من هالصدمة الإنتانية الشديدة يلي انوجدت عند هالطفل لأسباب نوع الجرثومة قد تكون شديدة والجهاز المناعي قد يكون ضعيف فخلى الإنتان يكون شديد عنده. صحيح، يعني معلومات جدا مهمة اليوم من حضرتك دكتور قصي، بدنا نتشكرك، شكرا كثير لوجودك. شكرا كثير لك دكتور، يسعد لي صباحكم، وإن شاء الله أطفالنا يبعد عنهم الأمراض الإنتانية إن كانت فيروسية أو جرثومة، ونشوف دائما بسمتهم هي سعادتنا وهي اللي بتعطي الطاقة الإيجابية أكيد لكل عائلة، وشكرا لصباحكم الجميل. شكرا لك دكتور.